السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنتحدث خلاله عن الطرق المناسبة لإنتاج طيور الكناري والحسون وجميع الطيور الأخرى التي تربى في القفص. ما هي الفترة الممكنة المناسبة لإنتاج الطيور في القفص؟ أنا أنصح جميع المربون الذين يقومون بتربية الطيور الكناري خصوصا والحسون، ومن الطيور كطيور الزبرة والكونفيشار إلى آخره، أنهم أنا أنصحهم بعدم الإسراع في الإنتاج. يعني أن في الطبيعة، نظرا أن الوقت في الطبيعة يكون الإنتاج في الطبيعة في الشهر مارس أو في أواخر شهر مارس، حيث يتوقف الطائر عن الإنتاج في الطبيعة في شهر يونيو أو أغشت. إن تأخر يقوم بتوقف عن الإنتاج في أغشت، عكس المربي الذي يجهل هذه الحقيقة، فإنه يبدأ بالإنتاج في فصل الشتاء. يعني كاين اللي تيوجد الطويرات ديالو تيوجدهم في شهر 11 تيفرخ، ربما شهر 12 تيفرخ، ربما كاع إلا تعطل تيفرخ في شهر 1، وهذا كيكون عليه ضرر بالضبط. على من؟ ما يكونوش عند الذكر، تيكون عنده، تتكون انت تغذي واحد الطاقة أكثر من ما تستحمل هي. يعني أنا تنفضل وكننصح جميع اللي تيعرفوني بلي انا كنربي الطيور وتهضر معاهم معلومات وتياخذوا من عندي المعلومات وتاخذ من عندي من المعلومات، انهم ما يبداوش الانتاج الا في 15 فبراير. يعني 15 فبراير بدا مرحبا، هذيك الساعات ما تيكونش مشكله لا على الند ولا على الذكر، تيكون شيئا ما الهرمونات ديالو الطبيعيه تتكون بدا تيوجد، الذكر تيخرج الكلام بزايد، نتوما تتعيط على الذكر. وهنا المهم مسائل الناس اللي تضرب براها تيبان لهم هادشي، ولكن هنا ما تستعملش لا فيرتيفيد لا شي حاجه، ما كاينش، خدم بالطبيعي. ولا الا تدير هاد الطريقه ما عمرك غادي تعتمد على مكملات غذائيه الا في حاله عندك الفراخ، بتطعم الفراخ بالسوران غراب تجيب افانتيان هو اللي معروف بسميتو ديالو، بالكاليتي ديالو في الطعام والمهم بالجودة ديالو. ثانيا يعني كيفاش ننتج الانتاج الوفير بالنسبة لطيور الكنار، ما طيور مقنين يعني ربما يخدموا معك ربما ما يخدموش معك، على التعامل ديالك معاهم. يعني لكن كنتي تتعامل معاهم مزيان راه يتعاملوا معاك مزيان، ما كنتيش تتعامل معاهم مزيان راه ربما يخرج لك عش واحد ويوقفو، ربما يبيدو عليك وكاع ما يخرجو لك. الانتاج الوفير تيكون باختيار الازواج المناسبة، عادي النقطة الاولى. يعني كيفاش غادي نختار انا يعني الازواج اللي متفقة بيناتها؟ تنكون جامع الكرة في بلاصة ونداوي في بلاصة، ولا نعزل الكرة كل واحد بقفزو ونداوي نجمعهم كاملين في قفز واحد. بالنسبة للكناري، هادشي تنهضر على الكناري، من بعد ما تيغني الطير مزيان و تنشوف التجاوب ما بين الإناث و الذكور، تنولي أنا تنعزل نداوي على الذكورة، تنعزل نداوي كل واحد كل وحدة بوحدها، عفوا كل نتوى بوحدها، و تنحط الذكورة الفوق و نداوي لتحت. يعني أون فوا أن الطير تيغني نتولي باغاه راه تتمشي لجهتو، جهة البلاصة فين كاين في القفز. يعني إذا كان فوق منا القفز اللي فوق منا راه تتمشي تتشوف الفوق، إذا كان على اليمن تتمشي على اليمن، إذا كان على اليسر راه تتمشي على اليسر، تنجمعهم وكتر تنكمل لينات اللي عندي والكرة اللي عندي. ثالثا، هاد المرحلة تتكون خاصها تكون بالتدقيق، حيت ربما أنا ندخل واحد النتوى على واحد الذكر هي ما باغاش هذاك الذكر، وربما تيتخاسمو ولا كاع تولفو، راه تيتولفو ولكن ما تعطيوش شي انتاج مزيان، ربما الذكر ما تيعاونش في الحضانه، ربما ما تتعاونش نتوما الا كانت كاركه، ربما بزاف د الحوايج الا فرخو تيقتل الفراخ، ولا الا كاع بيضه تيطيح ليها العش، كل واحد وكيفاش. هذا الشيء اللي كاين الاخوان،
ودابا غادي ننتقلوا لواحد النقطة مهمة جدا جدا، هي تجهيز الطبيعي. التجهيز الطبيعي هذا ما ذكرتوش في البداية ديال الفيديو، ولكن غادي نزيدو لأنني تذكرته. التجهيز الطبيعي راه لا مجال لمقارنته مع التجهيز الكيماوي، يعني أن التجهيز الطبيعي يكون مفيد للطيور جيدا، الحالة الفيزيولوجية ديالهم يعني تكون عندهم واحد راحة نفسية، يعني ما تكونش واحد آثار جانبية. وممكن مثلا في الكناري تنعطيهم بيض مسلوق، الخاص الميلونز، النيجر، هذو بعض الحوايج تيوجدو الكنار ب100%. وبالنسبة لطيور الحسون كاين بحبوب الشوكية، كاين حبوب نور شمس، بيريلاشيا، النيجر، وأهم المحفزات للإنتاج عند طيور الحسون هو الإنبيبان. أنا لا أقارن جميع المجهزات التي قلت بالإنبيبان، إنها تقوم بتجهيز الطيور 100%، حيث أنهم يتغذون عليها في الطبيعة. هادشي اللي كان الإخوان، وتنتمنى أنكم الناس اللي أول مرة تتشوف هذا الفيديو تدعم القناة وتشترك عندنا في القناة. مرحبا بهم، مرحبا بهم.